تعالوا نتكلم على الهيب as a proximal key point of control. ودي حاجة سهلة جدا. لو طفل مثلا دايما واخد الاكستنشن الادكشن انترنال روتيشن، ودي بنشوفها في اغلب حالات السي بي ولا سيما حالات الدايبليجي. طيب في الحالة دي احنا بنشجع بنحط الهيب، لو هنستخدم الهيب as a proximal key point of control تمام، هنعمل ايه؟ هنعمل flexion abduction external rotation في الهيب. flexion abduction external rotation في الهيب، flexion abduction external rotation في الهيب عشان to inhibit the abnormal extensor tone and facilitate the flexion response. طبعا انا بس just استخدمت one technique اللي هو الكي بوينت اوف كنترول تمام، ما حققتش كل الايمز على فكره بتاعت الان دي تي. ده في ايمز ثانيه، فين الفاسيليتيشن اوف مايلستون، فين الاستيميليشن سنسور استيميليشن، فين اللي انا استخدمت البوث سايدز اوف ذا بودي تمام، فين الاسوشيشن، فين عملت الانتجريشن بتوين بوث سايدز اوف بودي. كل ده ما عملتوش. كل اللي انا عملته ان انا استخدمت one key point of control which is the hip joint. لو عاوز استخدم برضو معاه distal key point of control، just ان انا بعمل ايه؟ dorsiflexion في البيك 2، ده كمان هيعمل inhibition للextensor tone في اللور لمب. دي كده الكي بوينتس اوف كنترول اللي احنا ممكن نستخدمها عن طريق ان احنا نغير شكل المفتاح، اتجاه المفتاح هيغير لنا في توزيع التون في البادي. زي ما قلت لك ده مجرد تكنيك واحد بس بنستخدمه في البوبا. في تكنيكس تانية لازم نستخدمهم كلهم مع بعض واحنا بنعمل application of neuro developmental technique زي ما هنشوف في الفيديوهات اللي جايه.